الثاني يغفر الله لك. لروح الفقيد الشاب الغالي الثالث يغفر الله لكم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله، وعلى آل بيتك المعصومين المظلومين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة وسراج الظلمة وأبا الأئمة. غريب يا مظلوم كربلاء، فئة إن تعاور النقع ليلا أطلعوا في سماء شهب الرماح، وإذا غنت السيوف وطافت أكأس الموت وانتشى كل صاحي باعدوا بين قربهم والمواضي، وجسام الأعداء والأرواح أدركوا بالحسين أكبر عيد، فغداوا في من الطفوف أضاحي ظل ناديهم يا فرساني تخلوني وحيد، شو السبب عفتم خيمكم ونمتوا على الصعيد، ولد عندي بقى يحمي حريمي ولا عضيد، بن سعد بعدي بيسر هالحراير نيته، ف
ثم وجه الحسين وجهه ناحية المشرع ونادى شلون يا عباس تتركني وحريمي محيرا يا عايف الخيمة يا ابو فاضل ونايم بالثرى هاي زينب عقب عيناك بالحرام متمرمرة هايا وتدري باللي يفقد عضيدة تقل يا اخويا حيلته وعاين الجاسم جفوفة مخضبة ودمة يسيح وقف ودموعايه لها والقلب منه جري صاح يا ابن الحسن ساعة معرس الساعة ذبيح على مصابك جيبها سكن العزيزة شقت وحسين وبس نظر الأكبر علي وعاين وصالم قطعايا نسى الجاسم إشلون ما ينسى وهو ينظر إلى هامة الشباب مفلوقا الصين نسى الجاسم والعضيد اللي بجنب المشرع وانحنى فوق وغسل دمه يا ويلي بمدمعها يا جذب حسرة على الولد والحزن ذوب مهجته نادى يا انصار ما من ذاب عن مهجة الزهراء يا الأجساد قامت تطرب من على الغبرة احنا وياهم النادي في دالك ننذبح 70 مرة امر علينا للحرب نقوم يا حسين الامر لله إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم التوكل على الله عز وجل بعبارة موجزة مضغوطة جدا بحيث لا تخل بالمعنى هي ضم الأسباب المادية جنبا إلى جنب مع الأسباب الغيبية إحنا مشكلتنا في هذه الحياة الدنيا كلنا متعلقين بأسباب المادة وعوامل الطبيعة مريض قال طبيب بس كم وكم عجز الأطباء عن علاج مرضاهم فكما أن هناك أسباب مادية تحفظ وتصون الإنسان من المخاطر
هناك إلى جنبها أيضا أسباب غيبية تسوي حصانة وأمان لهذا الإنسان من أي سوء. عينة ناخذ منها، لسنا بصدد إحصائها واستقرائها، منها الدعاء وهو من أقواها وأمضاها. احنا واجد نستهين، يقول هذا احنا ندعي كل يوم ما شايفين ايه، يقول النبي صلى الله عليه وآله: لأنكم تدعون من لا تعلمون أو من لا تعرفون. الدعاء هذا السلاح خطير، يغير كل الوقائع، يصنع المستحيل معاجز يحققها الدعاء. كل ترتيبات مجريات الحياة، وليس الدعاء نقضا لقانون العلية والسببية، بل إن الدعاء بعينه علة تامة وسبب كامل. الدواء سبب مادي والدعاء سبب غيبي، هذا سبب وهذا سبب، ضمهم مع بعض إلى جنبهم إلى بعضهم البعض. يقال لك متوكل على الله بعد قراءة القرآن، لها تأثيرات عجيبة غريبة. أحين حاط الفنجان على شفتيه بيشرب دواء، وقع عليه بس الحمد فاتحة، وهي من المجربات. يقول مولانا الصادق صلوات الله عليه: ما قرأت الفاتحة على وجع أو ألم 7 مرات إلا هدأ وسكن. وجرب أنت بنفسك يوم يصير عندك واحد يتألم في رأس أو بطن أو ظهر، حط يدك على موضع الألم وقرأ عليه الفاتحة وشوف النتائج. أزيد يقول مولانا الباقر صلوات الله وسلامه عليه: لو قرأت الفاتحة على ميت 70 مرة وقام لما تعجبت لاحتوائها على اسم الله الأعظم. بس احنا مشكلة، قول بس عاد ملينا كحين وكحين، رحم الله من عاد الفاتحة رحم الله، إلى ما ندري قيمتها. هم يستشعرون، هم يعرفون قيمة هذه السورة المباركة التي هي عدل القرآن بأكمله، كل القرآن جمع فيها هذه الفاتحة تحيي الموتى. بعد من تلك الأسباب الغيبية صلة الرحم، هيتأثر على حياة الإنسان ومستقبله وتقرر مصيره. كان تقول هذا بعد شباب باقي عليه 30 سنة عمره طويل، يقطع رحمه يصيرها الله إشقد 3 سنين. مو هالشكل يقول النبي صلى الله عليه وآله. وأكو واحد بالعكس باقي عليه 3 سنوات يصل رحمه يصيرها الله 30. نفس العمل يؤثر في طول العمر، في سعة الرزق، في تفريج الهم. هنا بالدنيا خلي أحين آخرة وعالم القبر وما يجري في أحوال القيامة وأهوال المطلع، هنا نفس العمل. أكو بعض الذنوب تقتل، كما أن السم قاتل، أكو ذنوب أيضا فتاكة قاتلة، أشد فتكا من السموم، تقسم الظهر. يقول اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك. كم من أناس قتلتهم ذنوبهم، يموت بخطيئته بمعصيته. صلة الرحم بعد، بر الوالدين، صلاة ليل. وينهم شباب اللي يشكون الفقر والفاقة والهم والنكد؟ هاي صلاة الليل توسع الرزق، تطيل العمر، تميض الوجه، تنور القلب، تضيء القبر، كل آثار دنيوية. أهم هذه الأسباب الغيبية وإن كانت كلها مهمة، لكن أقواها أمضاها
هي اللجوء إلى الله عز وجل بأشرف الخلق لديه، ألا وهم أهل بيت الرحمة محمد وآل محمد. التوسل بهم صلوات الله عليهم والاستغاثة، فإن الطلبات بهم منجحة والحاجات بهم مقضية والدعوات بهم مقبولة إذا تصدر دعاءك بذكرهم صلوات الله عليهم وتختم دعاءك فإنه دعاء لا يرد، وتوسطه بذكر أهل البيت صلوات الله عليهم. فهذه أسباب مادية وهي أسباب غيبية، اجمعها مع بعضها البعض. يعني رايد يسافر يطلع مسافات شاسعة يكون يهيئ الأسباب المادية، سيارة مهيئة، إطارات صالحة لقطع هاي المسافة الشاسعة، وبعد يجيب الأسباب الغيبية، يصلي ركعتين سفر ويعطي الصدقة السفر، يقرأ دعاء السفر، ضم هذا إلى ذاك. مريض هم يحط الدواء بحلقة، هم ينادي يا الله اشفني داويني عافني، يضم الدعاء إلى الدواء. يريد يروح على جامعة يقدم امتحان فيزياء كيمياء، هم يحضر زين يجد ويجتهد، وهم يتوسل إلهي بحق الزهراء نجحني وفقني. ضم الأسباب المادية جنبا إلى جنب مع الأسباب الغيبية، هذا ما نعبر عنه بالتوكل، وهو المفهوم الذي يقرر مصير الإنسان ويبني مستقبل حياته وينجيه من المخاطر ومن تقديرات هذه الدنيا الدنية، ويحل المشكلة التي لا زالت عالقة إلى اليوم في أذهان المسلمين من أن الإنسان مقدر عليه ما سيجري في حياته أم أن قدره بيده. هي غير التوكل ما تقدر تحل هالشبهة، داخت حولها الأفهام، تكسرت عندها كثير من الأقلام وانزلقت الأقدام منذ الصدر الأول في الإسلام وإلى يومك. علوم حديثة مبتكرة تطلع، واحد منها البرمجة العصبية إن سلمنا كونه علم قائم مستقل بذاته، وإلا هناك ملاحظات عديدة يمكن تدوينها على علم كهذا، وهذه أهمها، حيث أن أرباب هذا العلم يقررون أن مستقبل الإنسان وصناعة قدره بيده، وهذا ما لا يمكن قبوله لأنه التفويض الباطل الذي لا يقول به عاقل. إحنا سلكنا النمرقة الوسطى والمحجة البيضاء، لا جبر، وهي مشكلة يعني دوامة أقول لك عصفت بالفكر البشري، قوم شيلها دور بيها شرق الدنيا وغربها، والله لو قلبت الخلائق ظهرا عن بطن لتجد لك أحدا يجيبك عن معضلة كهذه بجواب شاف كاف واف، فإنك لن تجد غير أهل البيت وهم محمد وآل محمد. أحد قل لي قرآن، حتى قرآن ما بتحصل جواب، هم ذول جماعة إجوا وشالوا القرآن يريدون يحلون المشكلة، ظهرت لهم طائفتين من الآيات على طرفي نقيض، هم يتصورون وجود تناقض، وإلا حاشا لله، التناقض في عقولهم، هم أفكارهم مشوشة ما فاهمين. منا مجموعة أولى من آيات كلها تقرر أن الإنسان مسلوب الإرادة، لا حول له ولا قوة، وأن هناك إرادة حاكمة نافذة عليه، ألا وهي إرادة الله عز وجل، وانت ما بيدك شيء. منها قوله تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله، اللي الله كاتب عليك بيصير بيصير، رضيت ما رضيت، فكان كاتب لك الغنى بتشحن البنوك، وهم إذا كاتب عليك فقر لو تصعد الجبال بتعيش فقير وبتموت فقير.
وإن كان الله كاتب على واحد يعيش بعيش ولو شيبة عمره 120 سنة، وإن كان كاتب عليه يموت بيموت ولو كان طفل رضيع ولو كان جنين في بطن أمه، وإن كان كاتب لواحد صحة أو كاتب مرض أو كاتب سعادة أو كاتب شقاء أو كاتب أو كا اللي مكتوب بيصير بيصير. لا تدوخ حالك ولا تتعب نفسك، أصلا ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب مكتوبة من قبل أن نبرأها، قبل لا نخلقها ونسويها. تبى بعد أزياد، وما رميت إذ رميت ولكن الله. هكأن لا تقول بني آدم إلا رجل آلي كنترول ما لبيد الله هو يحركه كيف يشاء، أنت ما بيدك شيء، اقبل وارضى بكل ما يجري عليك. وهذا هو الجبر. مشكل هذه منزلق فكري خطير، أكو بعض ناس تترسب في أذهانهم إذا يجيب حكي هالشكل ما عليه كلام، لكن إذا عن عقيدة يعتقد هذا يصير ضلال. يعني يوم اللي يطلع مبكر على شغله ويجد ويجتهد زين في عمله يتوفق ينجح يفلح يجيك عاد متهلل، أما ويش اليوم الله كاتب علينا أبواب الخير والرزق مفتح السعادة من كل صوب، ويوم اللي يتأخر يتقاعس يتكاسل تحل عليه المشاكل يجيك عدم الدم. هاوش هالنحس اليوم هالشؤم اللي ما شفنا مثله، وش الله كاتب علينا؟ لا مو الله كاتب، انت كتبت على نفسك. لماذا لم تبكر في عملك؟ لماذا لم تجتهد في دراستك؟ يطلع متأخر ويجيك عاد صاروخ مهتد سرعة ما ديش قد يسوي حادث سيارة ينقلب يطيح يموت. قول الله لا مو الله، الله ما دعمك، انت اللي مشيتها وانت اللي سويت الحادث. ليش كل شيء نرمي الله الله؟ ياكل 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 يا ولد الحلال، دير بالك عاد حاسب شوي لصحة. قال لا أنا رياضي وبعدي شباب. زين كم من أكلة منعت أكلات وباشر إذا دق عليه سكر أو كذا بعويش يسوي؟ الله قال لا الله ما كتب، أنت كتبت على نفسك، أنت مددت يدك بنفسك ووضعت الطعام. والله ما جو غززك إياه بالغصب، أنت باختيارك بمطلق مشيئتك بتمام إرادتك مددت يدك إلى الطعام وأكلته. مو كل شيء الله الله، أحد يقول لي قضاء وقدر على العين وعلى الرأس، قضاء وقدر، إلا أن القضاء الإلهي على نحوين. يقول لي شلون يعني هو قضاء واحد؟ صحيح القضاء الإلهي واحد، لكن المقضي عليه أكو مقضي حتمي وهو ما تمت شرائطه، وأهم شرائطه إرادتك أنت أيها الإنسان. أنت إليك دخالة، شوف شلون الله يكرم هالإنسان هذا فيجعل إرادته دخيلة في صناعة قدره وبناء مستقبله. وأكو قضاء غير حتمي وهو ما لم تتم شرائطه، وأهم شرائطه إرادتك أنت، أنت إليك دخالة في بناء مستقبلك وصناعة قدرك. قضى الله عز وجل أن يتكون جنين في رحم هذه المرأة متى ما لقحت البويضاء. نقول لكن إن 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 بشرط، كل هاي مفهوم الشرطية لازم تجيبه، إن أرادت هي ذلك، وإذا ما أرادت وسوت شغلة وطيحت، إرادة من هي الحاكمة؟ إرادة من هي النافذة؟
قضى الله عز وجل على فلان أن يموت هذه الليلة إن أراد هو ذلك، إن سلك هذا الطريق بالسرعة الفلانية وسوى الحادث الكذائي يطيح يموت، أما إذا سلك ذاك الطريق ومشى مشية معتدلة والتفت إلى سياقه ما يسوي حادث، ما يصيد شيء، ما يموت. قضى الله على فلان أن يصاب بمرض كذائي إن لم يعتني بأكله وشربه وطعامه ونومه، أما إذا اعتنى أحيد يقول أكو بعض أمور إحنا ما لنا دخالة فيها، مو الله، لا إحنا اللي ندخل كل شيء. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت يد الله وأيديهم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا، إرادة التغيير بيدهم. إذا مو أنا السبب يكون هناك أسباب، ولعله من الآباء من الأجداد تتأثر، يعني الطبيعة بفعل الإنسان وعمله، فليس هناك جبر وليس هناك تفويض، الإنسان بإرادته. إحنا اللي علينا خلقنا وزودنا وهدينا، هو كيف يريد طريق الخير، يريد طريق الجنة. عاد بقول لك الجنة تعب ولها شغل ولها وجع راس، ما تنأخذ بالمجان، صلاة وصيام قومة وقعدة وحلال وحرام تقيد، ويالله يالله يشوف باب الجنة. وحفت النار بالشهوات، عندك طريق جهنم كلش سهل، لا شغلة ولا مشغلة، شوي طربق بدنياته وخربط بحياته ويروح. عاد إذا سلك طريق جهنم والعياذ بالله ينغمس ينتكس في الآثام والجرائم، ذنب على ذنب على ذنب، سوي طبقة، هالقلب هذا يقفل بعد، يقول أم على قلوب أقفالها فلا يرجى منه خير أبد، وأما إذا سلك طريق الخير والصلاح يمتلك إرادة الإنسان هذا قوية تخليه يحط روحه في يده ويقدمها رخيصة، يبذلها دون معتقده، ما له دخل في العمر، صغير لو كبير. كان يجيك شاب 13 سنة يقول من حضر ذلك اليوم رأيناه إذا مشى يخط السيف في التراب، يعني بعده لم يبلغ مبلغ الرجال، لم يخطط عارضاه، لكن شلون عنده سعادة، شلون عنده إرادة، قاعد بالخيمة ويسمع وينظر ويشهد الحال، يقول أخويا عباس أنت تقتل، بني علي أنت هم تقتل، حبيب زهير برير مسلم بن عوسجة فلان فلان كلكم تقتلون، تهللت وجوههم مستبشرين بهذه البشارة. وصل إلى هالفتى هالولد هذا فخطره ما كلمه، شاب يتيم قام على قدميه مكسور الخاطر، تقدم خطوات أطرق برأسه بين يدي عمه الحسين، رمقه بطرف نادى عمه الشكل، يعني كلهم يحصلونها حتى علي الأكبر ينال السعادة، وأنا ما نقدها ما نكفوه، لو تناسيت حقوق الأخوة
اغرورقت عين الحسين بالدموع، نادى بني قاسم كيف ترى الموت عندك؟ قال والله أحلى من العسل. هاي مو كلمات يترجمها هذا الشباب صولات جولات يوم كربلاء، هذا اللي فجع قلب الحسين وانفجع لأجله وانهمرت عينه بالدموع حين وصل إليه لما سمع صرخته وسط المعركة ينادي عماه عليك مني السلام. يقول حميد بن مسلم نظرت إلى الحسين يهرول في المعركة واضعا كلتا يديه على رأسيه، وصل إلى ذلك الشباب وجده مفلوق الهامة نصين. يا ويلي يا ويلي هذا يا وهو يفحص التراب بيده ويرفس الأرض برجليه مخضب من دم راسه. أيوه ويلاه انكب عليه الحسين مناديا بني قاسم عز والله على عمك أن تدعوه فلا يجيبك أو يجيبك فلا تنفعك إجابته. ثم وضع الحسين خده على خد الشباب ألصق صدره على صدر الولد واحتمله جاء به إلى خيمة القتلى ومدد إلى جنب جسد علي الأكبر وجلس الحسين بينهما ينعي عليهما جاب ومدده ما بين اخوته جاب ومدده ما بين اخوته وقعد عندهم يا ويلي وهم موته وبس ما سمع للنسوان صوته اجت اجت اما تصيح الله واكبر عينها. الله عاد الام اذا شافت ولدها ممدد امام عينيها انكبت عليه نشرت شعرها اخذت تخضب ناصيتها من دم راسه منادية وولدا تقول لي يا جاسم ذوب قلبي ونينا يا قلبي تفطر لا تصد لي بعينا عرس يا ابني وللمقابر زافينك صار بفرد ساعة أسفافك والمنيع لكن من شفت عمك لبسك تفصيل الأجفاف قلت الولد ما يعود من حومة الميداء قومي يا سكنة وادعي شمعة الشبان شقي على العرس جابك يا زكي نادى بضعيف الصوت حل الدرع عني وتالك ثري يا والدة توديع مني سكتي ترى نزف الدماء فتني وبهضني ومن العطش تدرون ما ظل جلد لي
الذي يحسن دونك شربة والكاس مثل البطل الأكبر مثل الليث عبا بعد وهذا الشباب اللي انكسر عرسه بالعراء يا ليت كل من ضحايا الغاذري شباب ما رأى عرسا ولكن تخضب كفه بدم الوريد يا الله تقبل عزانا اشفي مرضانا فك أسرانا سهل مطالبنا خذ لنا بحقنا ممن ظلمنا إلهي ارحم موتانا بالخصوص من اجتمعنا لأجله وسببه الفقيد الشاب الغالي اللهم ارحمه برحمتك أسكنه الفسيح من جنتك لقه منك رحمة ورضوانا إلهي اشف صدره بالحسين نور قبره بنور الحسين ثبت له عندك قدم صدق مع الحسين وأصحاب الحسين وارزقه اللهم شفاعة الحسين يوم الورود واخلف على أهله في الغابرين وعندك نحتسبه يا رب العالمين إلى روحه وأرواح موتانا موتاكم من مات على الإيمان بالخصوص إلى شهدائنا الأبرار نهدي لهم جميعا هذه الليلة ثواب المباركة الفاتحة تسبقها الصلوات اللهم صل على